الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا اللقاء عن تفسير رؤية لدغة الدبور في المنام. ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. لدغة الدبور في المنام والله أعلم علامة على الحسد والمعاناة التي تحيط بصاحب الرؤية خلال هذه الأيام، والله أعلم. من يرى في المنام أن هناك دبور لدغه والله أعلم، تعني أن تكون إشارة على الخصومة التي توجد بينه وبين أشخاص محيطين به تلك الفترة، والله أعلم. والله أعلم تدل رؤية الفتاة العزباء للدغة الدبور في المنام علامة والله أعلم على عدم توفيقها في العمل الذي تدخل فيه تلك الفترة، والله أعلم تدل رؤية لدغة الدبور في الحلم بشكل عام علامة على مشكلة كبيرة يقع فيها صاحب الرؤية تلك الأيام، والله أعلم. من يرى في المنام أن هناك دبور في البيت وقام بقتله، والله أعلم علامة على التخلص من الأعداء الموجودين في حياته تلك الفترة. وجود دبور داخل البيت في الحلم، والله أعلم علامة على خسارة مالية يعاني منها صاحب الرؤية بشكل كبير تلك الأيام. من يرى في حلمه أن هناك دبابير داخل البيت في المنام، والله أعلم علامة على مشكلة كبيرة يعاني منها صاحب الرؤية خلال تلك الأيام. رؤية الشخص أن هناك مجموعة كبيرة من الدبابير داخل البيت، والله أعلم علامة على المشاكل والمعاناة التي يعاني منها صاحب الرؤية تلك الفترة. رؤية الدبور الأصفر في الحلم، والله أعلم علامة على وجود شيء سيء للغاية في الحياة يعاني منه صاحب الرؤية، والله أعلم. من يرى في حلمه أن هناك دبور أصفر وقام بقتله، والله أعلم علامة على الحصول على الفرص الضائعة خلال تلك الأيام والحقوق الضائعة، والله أعلم. رؤية وجود دبور أصفر في الحلم، والله أعلم علامة على وجود أشخاص حاقدين وحاسدين في حياة صاحب الرؤية تلك الأيام. رؤية الدبور الأصفر في الحلم، والله أعلم علامة على الأذى الذي يلحق به صاحب الرؤية، والله عز وجل أعلى وأعلم. لسعة الدبور في المنام، والله أعلم علامة على الحسد والغل الذي يحيط بصاحب الرؤية تلك الأيام، والله أعلم. من يرى في المنام أن هناك دبور قام بلسعه، والله أعلم تكون إشارة على الخصومة التي توجد بينه وبين أشخاص محيطين به تلك الأيام، والله أعلم. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.